السلام عليكم المشاهدين الأعزاء، كنرحب بكم في هذا الفيديو الجديد ديال اليوم. كنتمنى يلقاكم ان شاء الله في احسن الظروف والاحوال. السلام عليكم مازيغ الناغ في مازيغين ماني مهجام، تمني راكني ويا في فيديو ان شاء الله في احسن الظروف والاحوال. اليوم شاركت معكم واحد الافتتاح ديال واحد الصالون ديال التجميل ديال واحد السيده فكريه الرمضاني، فكريه بيوتي اللي عندها الاسم في انستغرام فكريه بيوتي، اللي دارت الافتتاح ديال المحل ديالها. تبارك الله ما شاء الله، حضرنا معاها هانتوما كما كتشوفوا اقوم المشاهدين. لحظه اك فكريه بيوتي نهار فازم المحل النس إديوسين في مدينه النظر غا جمعه ثقذينت غا جوطيه بين نيزي جيت تني فازم المحل. لحظه كي سيلي افتتاح اقوم مشتوارم في قلبي فيه ما شاء الله. هانتوما كما كتشوفوا عندها المحل جهة الجمعة القديمة، يعني الجوطية اللي معروفة اللي كيعرف الناظور، وأصلا بزاف ديال الناس اللي كيجيو لهاد الجوطية ديال الجمعة معروفة في المغرب كله. واخا الناس اللي مساكنينش في الناظور منين كيجيو كيضربو دورة عندها. إيوا تما هي راها من داك الجواية، ها هي دارت هاد البوفي كيما كتشوفو. رحبات بينا الصراحة، دوزنا معاها عشية رائعة زوينة. سمحوا لي لانني ما كان هز هكا مقرب، لانه كاين بزاف هنايا ديال النساء وبنادم كيحترم الخصوصيات ما نقدرش نهزهم. اقوم غا كيسير در حاجه حاجه وزن معبود كيسير ميسام تكمر لان ذني تافي مغارين تي حرامين وزن معبود انت ديسير. البوفيه ثقيث من زي ميدار غاتو قاغاتي اسم لي فيسبوك ميدار غاتو. تبارك الله ما شاء الله كلشي طوب، غاسر لا المملحات ولا الحلويات ولا العصائر ولا في الديسيرين، كلشي الصباح ما شاء الله تبارك الله عليها. هانتوما عندها لا المملحات ولا الحلويات ولا سميتو هاد الديسير الصغير، المهم ولا لا طاخت، المهم كلشي زوين ما شاء الله تبارك الله. الله يفتح عليهم بباب من الخير ان شاء الله على فكرية وعلى جميع المسلمين. قطعت الصوت لان فيه الموسيقى، فيه الموسيقى وكيطالبك بحقوق الطبع والنشر، عليها ما درتش يعني الصوت ديال الفيديو. اقوم غكسر الصوت من الفيديو بوركي خميني طاحت نشر ديك قارم حقوق الطبع على حساب الموسيقى يتيري دايس. ايوا منزي اقل بوكيا الورد يوسس دي فكريه تبارك الله ما شاء الله. ويا تصن الهدايا اذا زديوينت تبارك الله، تصن لي بوكين الورد اذا زديوسين. اقر خو فكريه قد قصه طارته تبارك الله عليها، ها هي دابا فكريه كتقطع لا طاخت. ما صورت ليكمش المحل الداخل بزاف لانه كانوا النساء بزاف ما نقدرش نصور، خاصني مره اخرى نرجع ونصور المحل ونصور الاكسسوارات اللي عندها وداكشي اللي عندها كله باش بنادم يطالع ويشوف ياخذ فكره. وتصور بو لباسي دقني مار يعني بركي تو غادي انت مغارين هذيك سيخ شانو غنبو بحد هذي سيخ حد هذيك غاد الناغ واش هذو هذا السبب ني غصر شان نهار نظني تبع قبغ ان شاء الله. واش تصور المحل يعني غاد اخر تصور مار يمو باش تكسي مار الفكره. ايوا قنقش غونكاع نقشر حني نقشه نغيج نقاشه قنص بشره الفاسيه ورنت تيري ذاني تاذي الناظه تخدم ذاذي الناظه. نقشت لنا الحنه واحد السيده سميتها بشره الفاسيه، مهم يعني الاغلبيه دي يمكن ديال صحاب الناظور يكونوا عارفينها. تبارك الله عليها عندها النقش زوين ما شاء الله. مهم دوزنا العشيه رائعه، اش غادي نقول لكم، تعرفنا على ناس زوينين بحال وجوهكم. نزره نتعرف خيوذان ما شاء الله، شناوي غنباب نوم يعني صباحا نزره يوذان نسعدو كيسني جوع الشيا ما شاء الله رائع. ايوا قمش توارم غاسل الاتقان السيدايا ما شاء الله عليها، غاسل الاتقان دي النقش.
هي راني حطيت كارت فيزيت ديال البشرة الفاسية اللي بغا اللي يحتاجها شي نهار، اقوم صاصخ كارت فيزيت من البشرة الفاسية وني تحدا جنق غصن نقش رائع. ايوا حنا جلسنا حتى الليل، هانتوما تعشينا معاهم. هانتوما ايوا دابا غادي ندخلكم معايا للكواليس، غادي تشوفوا الطبخ وغادي تشوفوا داكشي اللي وجدوا لنا العشاء. طيبت لها واحد السيده حنان خالد، الاغلبيه ديال البنات راه كيعرفوها في انستغرام وفي الفيسبوك ديالها حنان خالد. هي من هنا طباخه من مدينه الناظور، وبالضبط هنايا ساكنه فين ساكنه انا في سلوان. ها هي كتوجد دجاج جداد، قلتها بطنجاويه جداد جباله دجاج وسفه. اقوم وضفق داك يوم مع الكواليس اتزام من مونسو من السوجدي ومن سي من سوجد فقاس السماس ايجن طباخه قناص حنان خالد قراص وين الصفحه دي فيسبوك في انستغرام. اقوم فكاس كسوس الطريقه، هي دارت السفه بهذيك ديك الطريقه. غادي تشوفوا دابا الدريساج اللي غادي دير السفه والدجاج. هاد الزمر خو يعني وين ما جاش تكاس الصاصيه زيضا اك سكسو اك سفتني يوز ديجن دريساج رائع. اخر خو قتقيه زيضا، ها هي دابا كدير الدجاج. غادي دير الدغميره في واحد الفناجل في الفنجالات هكا على مع الطرف كما كتشوفوا معانا. المهم غادي تشوفوا داكشي من قلب الحدث. قوم المشاهدين زي قلب الحدث. ايوا ها انتم المشاهدين، هاد الدجاج رائع طايب مزيان زعما ما عندي ما نقول في داك الطياب ديالها ما شاء الله عليها تبارك الله. هي زيدنا موان ما شاء الله يعني غاده اخر موان يعني وتجيبو دقنيتو حتى شي دايسن عاد قصح النيق تبارك الله عليها وحمار مليح ما شاء الله. وراه عاود رمي دسنت الصاص ديال الطبسي يعني غاس الديكوراسيون تستناتك الديكور، لا المالح لا دقان الطياب لا البسطيله لا كلشي. ايوا ها قاوم ها نتوما كتشوفوا ها كي كيجي الشكل النهائي. ها هو ايوا دابا ملي سالينا الدجاج حطوا لنا كواخادا مع الديسير. ها قوم رومين كما ريا زيضا صاصنا نض كواخادا اكر خضار. ايوا تمني غتفتح تسمع تعما كيدي دي فيديو.